ولك عين تجي لهون كمان يا واطي. مسعود بابا أنوار رح يشوف بنته ويروح. تيماء بنتي تعي شوفي برا شو جابلك. يلا تعي اشتقت لك. انا ما بدي اروح منهم بابا. تيماء عم اقول لك تعي لهون. لا تعيط على البنت. انت لا تتدخل هي بنتي. اذا بنتك ما بتضربها. تيماء بدنا نروح على البيت. هلا فوتي البنت لجوا. هاي شفت بعينك. هلا يلا روح من هون. شفت ما حدا من هاي العيلة رح يقدر يسامحك ابدا. الو نعم نجلاء هي انتي؟ انا اليف. ايه انا نجلاء. كيفك نجلاء؟ منيحه انتي كيفك اليف؟ وانا منيحه. بدي احكي مع ايمان اذا بتريدي. دقيقه بس لنادي لك اياها. هذا انتي لك ها؟ تليفون. مين؟ أليف. شوفي إيمان ليش عم تبكي؟ ما فيني شي. ممكن تتركيني شوي لحالي؟ ماشي رح اطلع. بالمناسبة بكرة عيد ميلاده لعمو علي يحيى. أخواتك بدهم يجتمعوا على رأس النبعة. هنن عم يخططوا مشان يعملوا له مفاجأة بعيد ميلاده. كانوا عم يستنوكي. صحي والله بكرة عيد ميلاد بابا. ألو على أساس تدقيلي شو صار؟ رح موت من قلقي. إيمان طلع إيجابي. معقول تكون النتيجة غلط؟ هذا جهاز بيطلع النتيجة غلط شي. بترجاكي قولي لي أي شي. والله ما بعرف. خلص طولي بالك. شو بدنا نعمل هلا؟ اسمعي أحسن شي نلتقي بكرة قبل الدوام بشوي ماشي؟ رح نروح على المشفى. خلص إيمان حاجة تبكي. يا ربي دخيلك. الجو حلو كتير. صباح الخير. يا ترى بقدر اشوف السيد ثروت؟ هو موجود جوا. عندكم موعد شي بالله؟ ايه عنا. روان كارولو. روان كارولو بس ثانية. ايه تفضلوا بتقدروا تفوتوا. بتشكرك. اهلا وسهلا. إن شاء الله تكون هي آخر مرة. صايرة كتير عم آخذ إذن من الشغل وعن قريب رح يبلشوا ينقوا. حبيبتي هاي شغلة صحية شو بدك تعملي؟ بسبب هالفحوصات عم يتعطل شغل كتير. هاي شغلات بتصير. خلص لا تضلي هيك قلقانة لأنه أهم شي الولد. عن جد شكرا. أنا خجلانة منك كتير. كل يوم الصبح عم جيبك معي لهون. عيب هالحكي أصلا أنا حابة إجي. هاي الغرفة ما هيك؟ بلا. إذا طلع صح بدي أقتل في راس بعدين أقتل حالي. شو هالحكي إيمان طولي بالك. خلي عقلك براسك وحطي كل الاحتمالات.
كيف عملت هيك بحالي؟ كيف عملت هيك شيء بأبي؟ كيف فكرت أني أتزوج هالتافه؟ إيمان بترجاك لا تبكي حبيبتي، حاولي تتماسكي شوي، رح نفوت هلا بلكي بيطلع ما في شيء من اللي مفكرتي، ومنكون خايفين على الفاضي. إن شاء الله يكون ما في شيء، لأني ما بعرف شو رح أعمل. يلا حبيبتي امشي. ما خانو، قولي لشوف قديش بتحبي جدو. أنا بحبك كتير قد الدنيا جدو. وأنا كمان بحبك كتير حبيبة قلبي. شكرا. الله معكم، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. تسلميلي مرت عمي. وهي خلصنا بكير، إذا بدك منمرق على المعرض أول شي، منشرب قهوة وبعدين بتروحي على بروح. ولازم نحكي كمان مع أنور مشان نشوف شو صار بعيد ميلاد عمو علي يحيى. أيه. ونشوف إذا متفقين مع الصبايا. إيه والله رح يكونوا معجوقين كتير. أنا كتير متحمسة، حاسة إنه اليوم كتير رح ننبسط بالمزرعة. هلأ أكيد بيكونوا الصبايا بلشوا ترتيب بالمزرعة، لأنه عمو بيكون عم يوصل تيماء. أحمد خبرني رح يشوف علي يحيى ويحاول يأخره مشان ما يرجع بكير على المزرعة. حلو كتير. إن شاء الله يلحقوا يخلصوا كل شيء. طول الليل وهن عم بيخططوا. أكيد رح ننبسط. صحي أنت أكيد جاي مرت عمي. رح روح، شو بدي أعمل؟ يعطيكم العافية.